مرحبا بأدب وبمحبي أدب وبفضاء أدب الذي يجمعنا في هذه المساءات. الحقيقة أني لا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني لهذا الفضاء الجميل الذي ينير علينا حلكة هذه الليالي رغم الحجر ورغم كورونا ورغم بعد الأحبة، لكن شكرا لأدب وشكرا للحاضرين جميعا الذين يضيفون كثيرا بحضورهم ومشاركتهم وإعطائهم لهذه يعني إعطائنا جزء من أوقاتهم الثمينة. اليوم أنا سعيد جدا بمحاورة زميلي وصديقي الدكتور خليف غالب في موضوعه الشيق حول النقاد أو نقاد الشعر السعودي صح التعبير، وأعرف أن خليف قضى سنوات مع هذا الموضوع. ولعلي قبل أن يبدأ أخي خليف أطلب منه تكرما أن يعدل وضع الشاشة. الشاشة فيها نفس الإشكالية السابقة، فلو تعدلها الله يكرمك. طيب، بين أيدينا الآن هذا الموضوع الذي يتناول النقاد السعوديين، وهو موضوع يتناول أو يستخدم أو ينتهج مبدأ نقد النقد، وهو يعني أحد المناهج التي لم تحظى بما تستحقه. الكثيرون يزعمون أنهم يمارسون النقد، ولكن هؤلاء النقاد أنفسهم يستحقون من يعيد النظر في نتاجهم ويعيد النظر في مناهجهم لنخرج بشيء مشترك أو على الأقل بتصحيح للمسيرة النقدية التي تناولت الشعر السعودي. سأترك لك الحديث أخي خليف، لكن قبل أن تبدأ أود أن أسألك سؤالاً يسيراً حول خلفيات اختيار هذا الموضوع. ما الذي يدفع شاعراً مثلك يعني اتخذ النقد مساراً أو مهنة؟ ما الذي يدفعه إلى محاورة النقاد السعوديين ومحاولة اكتشافهم؟ هل ثمة شيء لا نعرفه دفعك لاختيار هذا الموضوع؟ تفضل. شكرا أخي صالح، الحقيقة أن سؤالك هذا يعني هو في هذه الورقة، في بداية هذه الورقة سيكون الحديث عنه بإذن الله. في البدء أود أن أرحب بجميع الحضور من نقاد وأدباء ومثقفين ومهتمين ومستمعين، أشكر لكم هذا الحضور الجميل الذي يعني لي الكثير، والشكر أجزله وأكمله لأدب بيتنا الثقافي الكبير وموسوعتنا الأدبية الأولى وبوابة الثراء والمعرفة والمداولة والمناقدة والتجدد. هذه الموسوعة التي تقوم بعمل ثقافي كبير وتؤسس للوعي النقدي والأدبي وتؤدي عملا الحقيقة تعجز عن الكثير من الجهات التي تمتلك الدعم والمال. شكرا للصديق العزيز الدكتور عبد الله السفياني الذي يمنحني هذا الأفق الواسع وهذه الفرصة المهمة للالتقاء بكم جميعا، وشكرا لكل العاملين والمنسقين في أدب، مع أنهم غيروا في عنوان الورقة، فعنوان الورقة الأصلي ربما ترونه أمامكم هو بعنوان نقاد الشعر محاورة وتأويل أم تكرار بارد، وهو ليس خاصا بنقاد الشعر السعودي، لكن كما يقال أدب وأهل أدب يمونون، وأبطيت في حكم المعزل. أشكر الصديق العزيز والأخ الغالي الدكتور صالح الحربي على تفضله وتكرمه بإدارة هذه المحاضرة. صالح أحد الوجوه النقدية المهمة في هذه المرحلة، وهو يعلم كم أعتز به وبعلميته وكتاباته وأطروحاته. وبعد، فماذا يمكن أن يقال حول موضوع كبير يستغرق البحث فيه وقتا ليس بالقصير ويصعب تلخيصه أو اختصاره أو حتى الاجتزاء منه؟ نحن حينما نتحدث عن النقد الذي باشر الشعر السعودي واهتم به، إنما نتحدث عن مدونة ضخمة وغزيرة ومهمة، بدءاً من الصحف والمجلات في مرحلة مبكرة من عمر البلاد، وكذلك مروراً بالمجلات النقدية والمحكمة، كذلك برسائل الماجستير والدكتوراه، الرسائل العلمية في الجامعات السعودية وغيرها، وليس انتهاء بكتب النقاد التي لا يمر عام إلا وتصدر العديد من الكتب النقدية الدارسة لهذا الشعر. لذا فإن الحديث عن هذه المدونة الكبيرة وإحصائها ربما يكون من المحال،
فكانت رسالتي في الدكتوراه بإشراف أستاذي الدكتور ماهر الرحيلي حول مدونة مهمة أحسب أنها مهمة وربما تشاركني في ذلك، وربما تشكل ملمحا بارزا في نقد الشعر السعودي، ألا وهي مدونة ملتقى قراءة النص. هذه المدونة أو هذا الملتقى الذي يقام بشكل دوري وينظمه مشكورا نادي جدة الأدبي، وفي كل دورة له موضوع رئيس كبير تدور حوله البحوث. وقد كان للشعر السعودي نصيب كبير منه، فقد أقيمت دورة عن حمزة شحاتة، دورة عن محمد حسن عواد، دورة اهتمت بحسن القرشي وبثبيته بشكل ما، كما أقيمت دورة عن مكة في الفضاء الأدبي أو مكة باعتبارها نصاً، دورة عن المنتج الأدبي في السعودية. وقد جاوزت هذه البحوث التي تناولت الشعر السعودي 3000 صفحة تقريبا. لكن أخي خليف، سؤالي هو هذه 3000 صفحة كان تناولك لها لأنها اهتمت بالشعر السعودي أو لأنها كانت فضاء نقدية مميزا؟ يعني كان اهتمامك منطلقه اهتمام بالأدب السعودي أو اهتمام بالفضاء النقدي؟ وقبل أن تجيب، لأني أعرف أنك دخلت مباشرة في الموضوع، سنبدأ بالسلايدات، لكن قبل هذا يعني أذكر الإخوة جميعا بالدعوة إلى مشاركتهم في وسم صالون أدب الافتراضي على تويتر، وأذكرهم أن هذه المحاضرة منقولة مباشرة الآن على هذا الوسم أو على في حساب أدب، فسنكون سعيدين جدا بمشاركتهم ومشاركة التغريدة نفسها مع الحاضرين. وأترك لك الآن المجال للانطلاق، لكن أيضا سنكون سعيدين بمشاركة السلايدات معك أو ال طيب هذه هي البوربوينت. طيب أنا عاجل. طيب الذي أريد أن أتحدث عنه، يعني أنني لما أردت أن أختار موضوعا في نقد النقد حول نقد الشعر السعودي، وجدت أن أحد أهم الملتقيات النقدية في العالم العربي هو ملتقى قراءة النص. هذا الملتقى أخي صالح والإخوة الكرام، أولا اجتمع فيه عدد كبير من دارسي الأدب على مدى سنوات طويلة، دراسة إسهامهم في هذا الجانب أمر لم ينجز من قبل وهو أمر مهم. أيضا الملتقى شكل على امتداد الأعوام وكثرة البحوث شكل رؤية نقدية ولجيل من الدارسين والمهتمين خاصة في السعودية، وأثر في تكوينهم المعرفي وفي اهتماماتهم النقدية. وكان هذا البحث وكانت هذه المحاولة المتواضعة تحاول الكشف عن هذا الأثر وإسهامه التطبيقي في نقد الشعر السعودي. طبعا الشعر السعودي حظي ببحوث متنوعة لنقاد عرب ونقاد سعوديين عالجت قضايا مهمة في جوانب تنظيرية وفي جوانب تطبيقية أيضا. طبعا هذا البحث انطلق من عدة فروض أملتها القراءة الأولية للبحوث والدراسات المتعلقة بالشعر السعودي. فالاتجاهات التي انطلق منها النقاد في بحوثهم، أقصد الاتجاهات النقدية، كانت اتجاهات مختلفة. فمنهم من سلك الاتجاه النصي في الدراسة ويعنى به دراسة النص من داخله في اللغة والأسلوب والبناء والتركيب دون التفات للعوامل الخارجية مثل البيئة والمجتمع وشخصية الشاعر ونفسيته وما إلى ذلك. ومنهم من سلك الاتجاه السياقي الذي يعنى به دراسة النص من خلال سياقاته الخارجية كما يفعل الدارسون في المناهج التاريخية والاجتماعية والنفسية. ومنهم من اتجه إلى مناهج ليست سياقية خالصة وليست نصية خالصة. قبل أن أخوض في بعض الإضاءات المهمة، أود أن أقول إن طرائق النقد أو تعامل النقاد مع الشعر السعودي اتجه إلى عدة جوانب. هناك من اتجه إلى جوانب يمكن أن نسميها جوانب موضوعية، كنبذ الموضوعات المتعلقة بالذات، الحزن، الغربة، القلق، التفاؤل، تقدير النفس، احتقار النفس. ومنهم من اتجه إلى موضوعات أخرى يمكن أن نسميها على باب، يعني من باب التغليب، الاتجاهات المتعلقة بخارج الذات، المرأة، فلسطين، الغرب، الأم. ومنهم من اتجه إلى دراسة الثنائيات في الشعر السعودي، ثنائية الحياة والموت،
ثنائية الزمان والمكان، ثنائية الفشل والموت وغيرها من الثنائيات. أيضا تنوعت اهتماماتهم في الجوانب الفنية، فبعضهم يعني درس البناء الفني، اللغة الشعرية، الصورة الشعرية، الإيقاع الشعري. حسنا، لا يمكن الآن أن أدخل في محاورة كاملة للنقاد كما حاولت أن أفعل في البحث، إذ يتطلب ذلك العودة إلى صفحات طويلة من الموضوع، وأيضا يتطلب تكييف هذا البحث الأكاديمي إلى فضاء ثقافي. لكني هنا سأضطر مرغما لأخذ فلاشات نقدية أو إضاءات عامة مستوحاة من الموضوع ومدارسته. هذه الإضاءات حتى أكون واضحا تحاول أخذ صورة للنقد الذي تناول الشعر السعودي في ملتقى قراءة النص إلى عام 37، وقد خسرت في مدونتي بعد هذا التاريخ أسماء مهمة وبحوثا مهمة لباحثين شباب ومتميزين. سترون أيضا أنني ربما سأركز على جوانب سلبية أكثر من غيرها، لأنه من خلالها يمكن الانطلاق إلى وعي بالأخطاء والانزياحات غير المنضبطة. اللوحة الأولى، نقد منهجي أم نقد كليشات؟ إشكالية المنهج إشكالية كبيرة في الدرس النقدي، إذ إن حضوره له أهمية كبيرة في دراسة الأدب. أقصد بحضور المنهج وإن بشكل عام وجود طريق معتمد من قبل الباحث يشكل له رؤية واضحة للخروج بنتائج منطقية ومقبولة، طريق يمنعه من التناقض، يعصمه من التكرار والخلط، يخلصه من الحشو والترهل، يجعل أحكامه مبنية على شواهد وأدلة مرتبطة ببعضها برباط نصي جامع. لكن المشكلة في بعض، وأركز على بعض، بحوث ملتقى قراءة النص وفي بعض البحوث الأخرى خارجه، أن المنهج أصبح تقليداً مطروقاً لا معنى متجدداً، وأصبح درباً طرقه السائرون حتى أذهبوا بريقه، فيأتي السارق الأخير أو الباحث الأخير ليطأ على الدرب نعم، لكن خطواته لا تظهر وأثره لا يبين. أصبح المنهج كليشة مركونة في أوائل كل بحث يضعها الباحث لكي لا ينتقده أحد لغياب المنهج، لكن الحقيقة أن الحضور غياب في كثير من المواطن، وهناك عدة صور لهذا الغياب أحاول أن أجملها فيما يأتي. الصورة الأولى، أن يعلن الناقد أو الباحث عن منهجه في بداية البحث، لكن المتمعن يرى أنه عند التطبيق يبتعد عن منهجه فيدخل في مسارب مناهج نقدية أخرى ربما لا توافق النص الذي يحلله، وربما تتعارض مع طريقة منهجه الأول المعتمد، فيقع في التناقض في العديد من أطروحاته ويصيبه الخلل في كثير من تصوراته. والإشكالية أن هذا الانزياح إلى منهج آخر لا يكون عن قصدية أو وعي من قبل الباحث، مما يعرض البحث لمشكلات كبيرة. الصورة الثانية، أن يتبع الناقد ما يسمى بالمنهج التكاملي، وهو في تصنيفات كثير من الباحثين منهج متعدد أو استراتيجية معينة تأخذ من كل منهج بطرف بما يناسب النص ويتماشى معه. ومع ما كان لهذا المنهج من قدرة جيدة في مراحل سابقة، إلا إنه أصبح عذراً لكل من لا يملك منهجاً واضحاً، فما عليه إلا أن يقول إني أتبع المنهج التكاملي ليسلم من مغبة المساءلة والمناقدة. ولو كانت هذه الاستراتيجية مرتكزة على قواعد أو على أسس معينة لأمكن القبول بها وتقديرها أيضاً، يعني أن يجمع الباحث مثلاً بين منهجين أو ثلاث بينهما خلفية فلسفية مشتركة، أو بينهما تعارض وقدرة على تفتيك النص وتحليله، كأن يجمع مثلاً بين السيميائية والأسلوبية، بين التاريخ والتداول، بين التاريخ والإنشاء مثلاً، ونجد هذا في بحوث كثيرة بما يناسب النص. أما أن يطلق الباحث هذا الوصف الكبير التكاملي ثم لا يكون في بحثه ما يدعو للتكامل والترابط والتواصل والتحليل الجيد، فهذا يجعل القارئ يتجه للحكم أن كثيراً أو أن بعضاً
من هذا المسمى منهجا تكامليا ما هو إلا محض تلفيق. الصورة الثالثة: غياب الوعي بالسياق التاريخي والخلفية الفلسفية والمعرفية التي أنتجت هذه المناهج، فنجد الباحث يختار منهجا ما ثم يركب هذا المنهج دون معرفة واعية بالظروف التي أنشأته وبالسياقات التي أبرزته وبالمشكلات التي واجهته. يعني يمكننا تشبيهه برجل يركب سيارة ما يستطيع قيادتها، نعم، لكن لو تعطلت في طريق فإنه لا يعرف مشكلتها، يقودها في كل مكان دون أن يدري هل هي تناسب الصحراء أم تناسب المدينة مثلا، يحملها بما شاء من الحمولات دون أن يحسب حسابا هل تحتمل كل هذا الحمل أم أنها لم تصنع له أصلا. ولذلك نجد بعض التخبطات في بعض البحوث، بعضهم يحمل البحث ما لا يحتمل، وبعضهم يذهب في بحثه إلى طرق ليست له. محاورة للنص أم تكرار له؟ هنا إشكال واضح وكبير في تعامل بعضنا مع النص الشعري، أنه يعمد إلى النص فينثره للقارئ، يكرره له، يقوله له بصيغة أخرى، يشرحه دون أن يدري أن الشعر لا يشرح بل يحاور، ولا يقبض عليه تماما بل يطارد، ولا يتشكل في قالب واحد واضح قريب مباشر، بل يتعدد باختلاف الرؤى وتعدد التأويلات. هؤلاء الذين يشرحون النصوص يحرمون أنفسهم من أجمل شيء في الشعر، مطاردته أو ملاحقته بتعبير جبرة إبراهيم جبرة ومن قبله كزنتزاكس، مطاردة النمرة ومحاولة ترويضها. ولهذا السبب ستجد أن بعضا من هؤلاء ينفرون نفورا هائلا من الشعراء الذين يلمحون للمعنى من بعيد، أولئك الذين يقولون ولا يقولون، الشعراء الذين يلفهم شيء من الغموض الشفيف ولا يكون الطريق إليهم مباشرا. أعني أنهم مثلا ينفرون من الشعر الصوفي، ينفرون من ابن الفارض مثلا، أحيانا من أبي تمام، من أبي العلاء، في الشعر الحديث كثير من درويش، من أمل دنقل، لأنهم لا يستطيعون شرحه، لا يستطيعون القبض عليهم، فيذهبون إلى شعراء من الدرجة الرابعة والخامسة، أولئك الذين يقولون ما هو متداول وصريح ومباشر ومعتاد، ويكتبون في كل شيء، وتخلو أشعارهم من الصورة المدهشة والمعنى المتفرد والإشارة الموارد إلى النظامين يعني باختصار. وهذا إشكال آخر أكبر، هو أن بعض الباحثين اليوم لا يفرق بين النظم وبين الشعر، وهذا أمر سيطول الكلام عنه. طبعاً لا أقصد الشعراء الذين يعمون المعنى تعمية تامة ويقفلون الطريق أمام نصوصهم وأصحاب تلك النزعات المغرقة في الغموض والاعتياص والانتواء. المهم أنه ليس من مهمة الناقد أبداً أن يشرح النص شرحاً مدرسياً كما يفعل المدرسون لطلابهم في مراحل أولى، بل مهمته هي الدخول في علاقة مع النص، علاقة تحاورية تسائله، تقترب منه، تحاول اكتشافه، تتوسل باللغة، بالتاريخ، بالنسق، للذهاب إلى تجلياته وأبعاده، إلى الآليات التي تنتجها المعاني لدى الشعراء، إلى السياسات الخطابية القولية التي تسهم في تشكيل النص. مسألة أخرى أن الشعر الحديث والسعودي جزء من هذا الشعر الحديث، ليس شعراً عباسياً أو متأخراً أو مملوكياً، فهو شعر في جزء كبير منه يحمل تقنيات ووسائل شعرية جديدة من التناص والرمز والإيحاء والإشارة المواربة وظلال المعاني للمعاني نفسها، مما يجعل من مهمة شرحه أمراً لا طائل منه، إذ إن الشاعر نفسه، وهذا يعرفه الشعراء، الشاعر نفسه لو أراد أن يتخذ هذا الأسلوب لما استطاع. فالشعر اليوم تكتنفه العديد من الاستراتيجيات والرؤى التي تقول من بعيد، حتى إن بعض الباحثين يشبهه بأن الشعر اليوم يقترب من الموسيقى
تلك التي تحس ولا تترجم. لذلك في الاقتراب منه لا يمكن أن يتخذ هذا الطريق المباشر الشارح الواضح، بل أن يتجه للوعي بشروط النص، بشروط إنتاج النص، بتماسه مع المحيط، بحواريته مع النصوص، وبتتبع ظلاله وعلاماته التي تبين وتختفي، وهي مهمة يكتنفها ما يكتنفها من صعوبة. النقطة التي تليها، نتائج علمية مهمة أم ماذا؟ في بعض البحوث تجد أن النتائج العلمية في آخر البحث تنطبق على كل الشعراء ربما، فلو وضعت شاعراً مكان آخر لم يتغير شيء في الموضوع. نتائج من قبيل تميز الشاعر بحضور الصور الشعرية المكثفة في شعره، أو نتائج من قبيل تميز الشاعر بحضور موضوعات شعرية معينة. وهذه عموميات وليست نتائج. السبب في رأيي هو غياب السؤال البحثي لدى الشاعر، ما الذي جعله يبحث في هذا الشاعر دون ذاك، أو في هذا الموضوع دون غيره؟ ما الإشكال المعرفي أو الشعري الذي يحمله شاعر ما؟ ما الفرضية التي ينطلق منها الباحث ليؤكدها في النتائج أو ينفيها؟ لنأخذ مثال شاعر مثل جاس مصحي، يجب أن نواجهه بعدد من الأسئلة، أن نواجه شعره بعدد من الأسئلة. هل جاسم شاعر حسي مثلا؟ هل الصورة الشعرية لديه قائمة على التداعي أم قائمة على الصياغة الواعية؟ هل يبدع جاسم في العمودي أكثر منه في التفعيلة؟ ولماذا؟ ما أثر الموسيقى على نصه؟ هل مستوى قصائده التي تحمل تجريداً أكثر من غيرها مثل قصيدة الشاعر هي في مستواها أعلى من غيرها؟ من أين يأتي معجم جاسم؟ ويأتي بكل هذه الأسئلة، ثم يدعم كل هذا بالمقارنة والشواهد والأدلة والتحليل المبني على ذوق عام. ولا شك أن الباحث هنا سيخرج بنتائج مهمة، لأنه صاغ الأسئلة أولاً صياغة مهمة. طيب، الشريحة التي تليها، إبداع وتجدد أم ريادة تاريخية؟ هنا سأقع في حرج ربما معكم، إذ إني سأذكر بعض الأسماء التي هي مقدرة ومحبوبة من قبل الكثيرين، وربما من بعضهم ينظر إليها بعين القداسة الأدبية. لكنني أقول أنه من خلال مدارسة البحوث وجدت أن هناك العديد من الشعراء الذين أخذوا، وهذا ليس موضوعنا، الموضوع عن النقاد، لكن هذا على هامش، أن هناك العديد من الشعراء الذين أخذوا صيتاً عالياً وأهمية مبالغة، وربما كان لهذا أسباب معينة، من أهمها ريادة بعض الشعراء. فبعضهم كان رائداً من الرواد، أي أنه جاء في مرحلة زمنية مبكرة من الشعر السعودي وحاول التجديد في فضاءات معينة، لكن اللاحقين سبقوه بعد ذلك، أقصد في الجوانب الفنية، وسبقوه بمراحل بعيدة، لكنه لا يزال يحتل مرتبة الصدارة عند الباحثين، يحوطونه بالقراءة ومعاودة القراءة، ويفتشون في شعره عن كل شيء حتى لم يبقى في شعره شيء يقرأ. وهذا ليس حسداً للسابقين ولا إنكاراً لفضلهم ولاجتهاداتهم ولرؤاهم، بل هو دعوة لتقديرهم في الفضاء الذي يمتلكونه، أي في الفضاء التاريخي الريادي الذي حققوه. أما أن ينسب إليهم من الإبداع المتفرد والمعاني المتجددة ما ليس لهم، فأظنكم توافقونني بأن هذا ليس مقبولاً. سأذكر هنا اسمين معروفين، الأول هو محمد حسن عواد رحمه الله، الرجل الذي كان لريادته أثر مهم وكبير في زمن كان غالب المجتمع فيه أمياً لا يقرأ ولا يكتب، والاعتراف بفضله مهم، لكن ليس على حساب اللغة الشعرية والصورة والمعنى، لأن بعض نصوصه لا يكتبها اليوم شاعر مبتدئ، بل إن كثيراً منها لا يساوي في الميزان الإبداعي السابق واللاحق شيئا ذا بال، ولكن الريادة أصبحت حجابا كثيفا على أعين بعض الباحثين.
الاسم الثاني هو الأستاذ سعد الحميدين، رائد من رواد شعر التفعيلة وكاتب صحفي في جريدة الرياض والمسؤول عن ملحقها الثقافي لسنوات طويلة. أيضا ينطبق عليه ما انطبق على عواد في رأيي، لا أدعو بالطبع إلى إنكاره وتهميشه، لكنني أدعو إلى نزع هذه الصورة التقليدية المتعالية التي تحيط بعض قراءاتنا بهؤلاء الرواد وكأنهم لا يقصرون أو يضعفون في أشعارهم. وبالمناسبة فهناك قراءة مهمة للدكتور سامي العجلان حول الحميدين منشورة في إحدى الصحف. هذا من جانب الشعراء، وليس هو الجانب الذي تعرضت له لكن كان على هامش هذا الموضوع. من جانب النقاد هناك أيضا نظرة إكبار وتقدير، ونحن نجلهم جميعا ونحترمهم وننظر لهم بعين التقدير والاحترام، لكن هذا لا يعني أن الناقد إذا بلغ في العمر منصبا أو مبلغا أو في الرتبة فإن النقد لا يوجه إليه. بعض البحوث ملتقى قراءة النص لأسماء كبيرة أو هي عند بعضنا كبيرة هي من أسوأ البحوث وأكثرها ضعفا وتخبطا ورداءة. الاسم الأول الذي سأذكره هو الدكتور حسن الهويم الكاتب المعروف الأستاذ بجامعة الحسين. ولكي أضعكم معي في السياق لكم أن تتأملوا ما يأتي. درس الناقد حمزة شحاتة في بحث بعنوان حمزة شحاتة حياته من شعره، وذكر أنه مع مشابهة عنوانه لعنوان العقاد عن ابن الرومي حياته من شعره فإنه لن يتبع منهجية العقاد النفسية، بل سيتخذ منهجا مغايرا ينطلق من محطة النص. سيطرأ في البال أن الهويمل سيتخذ منهجا نصيا إما عن البنيوية السيميائية الأسلوبية أو سيعمد إلى اتخاذ منهج متداخل مع هذه المناهج، لكننا لا نجد في البحث إلا إشارات نفسية طفيفة. ثم بعد ذلك نجد هذا الكلام حول التكامل والشمول، والنظر المتكرر لهذا البحث ولغيره من البحوث يؤكد أنها لم تبنى على أساس تكاملي في التعامل مع النص. لا حضور للبنية، لا حضور للأسلوب، لا حضور للعلامات السيميائية ولا للجزئيات الفنية المتعلقة باللغة والإيقاع والصورة، ليس هناك إشارات ثقافية أو تداولية، فمن أين جاء الشمول والتكامل؟ ثانياً الإشارات النفسية التي أشار إليها الناقد جاءت عارية من الاستدلال إلا في أقل القليل ومتخلية عن الشواهد، فلم يحلل الناقد نصاً واحداً لشحات، بل هي إشارات نفسية عامة من قبيل الشاعر متشائم يغلب عليه القلق، إنه كثير التأمل، الحق أن شعره نفثات مصدور وآهات مهموم، وهكذا. أيضا النقطة الثالثة أنه يطلق أحكاما، هذه الأحكام بعضها أحكام عامة وهي مفصلة في الرسالة، وبعضها أحكام خاصة دون دليل، وكما ذكرت يذكر مثلا غلبت القلق، غلبت كذا، غلبت كذا، وهذه نتيجة، والنتيجة تستلزم مقدمة لكن المقدمة مفقودة. مثل هذه البحوث في نظري، وربما تتفقون أو تختلفون، أنها مقالات قوية تصلح للنشر في الصحف لكنها لا تصلح أبداً للنشر في مجلات نقدية أو علمية. غلبة الاستطراد واضحة، ضعف التحليل وندرته، قلة الشواهد بل وانعدامها في بعض البحوث، الإسراف في عرض القدرة اللغوية والتأنك الأسلوبي، مع الغياب الكامل للمصادر والمراجع والإحالات البحثية. هذا بالنسبة للمثال الأول. المثال الثاني هو لاسم كبير أيضا عند كثير منا، هو الدكتور عبد الملك مختار الناقد الجزائري المعروف. مرتاب قدم بحثا عن حمزة شحاتة أيضا، كان بعنوان بنية اللغة الشعرية عند حمزة شحاتة، وهي دراسة يمكن أن أجمل الحديث حولها في عدة نقاط. النقطة الأولى، طبعاً الباحث لم يذكر ما يدل على منهجه في الدراسة أو لم ينص عليه، وهذا أمر لا إشكال،
لكن العنوان كان يحمل هذه الإشارة إلى المنهج، إلى بنية اللغة، مما يشير إلى انفتاحه على هذا البعد البنيوي أو البعد النصي في التحليل. ابتدأ مرتاض دراسته بعرض للموضوعات التي يحفل بها شعر شحاتة، كالغزليات والتأمليات والسياسيات مع شواهد من شعره، فيقول قال في السياسة كذا، وقال في التأمل كذا، وقال في الغزل كذا، وفي صفحات طويلة، وكأنه يريد أن يعرفنا على حمزة شحاتة، وليست صفحة أو صفحتين، بل هي تتجاوز 6 أو 7 صفحات، وهذه الصفحات ليست من صميم البحث أبدا. نقطة أخرى، هناك استطرادات كثيرة في هذه البحوث، وهذا الاستطراد عند مرتاض أبدا لا ينضبط بالإطار العام للبحث. يعني مثلا أذكر مثلا أنه قال حينما تحدث عن غزل حمزة شحاتة، قال: وتحضرني قصة غرام جميلة ومحزنة كانت وقعت في الجنوب الشرقي من الجزائر، وذكر قصة طويلة لا علاقة لها بهذا الموضوع. بدأ ظهور المنهج البنيوي عند مرتاض حينما شرع في تحليل رباعيتين للشعر. تحليلاً يقسم النص إلى 4 مستويات: المستوى التداولي، والمستوى التشاكلي أو السيميائي، والمستوى الإيقاعي، والمستوى التصويري. وقد حاول أن يقارب المستويات الثلاثة الأخيرة بأدوات المنهج البنيوي. أما ما أسماه المستوى التداولي فهو نثر لأبيات الشاعر، يأتي إلى أبيات حمزة شحاتة فيعيدها في صورة منثورة، ولست أعرف كيف يكون هذا المستوى في إطار تداولي، إلا إن كان الباحث يعني بذلك مفهوم التداول القريب الذي يتجه إلى تداول اللغة في صورها المتعددة. أما المنهج التداولي فليس في البحث منه شيء على الإطلاق. المسألة الأخيرة عنده هي غياب النتائج البحثية المهمة لديه، فما نجده عند شحاتة من نتائج سنجده عند أي شاعر من الشعراء، ربما من العصر القديم إلى العصر الحديث، وهذا يعني إشكال سببه هذا الغياب للسؤال البحثي والغياب الفرضي. طيب، أدخل الآن في الجزء الآخر، ولعله الجزء الأجمل، اللي هو محاورة النصوص جوانب مضيء. هذا الجانب الآخر هو جانب محاورة النص، الدخول مع النص في علاقة تحاورية تقوم على محاولة الوصول لادعاء الوصول، على الوعي بالشروط النصية التي انطلق منها الشاعر، على مطاردة العلامات والإشارات، وعلى توليد البؤر النصية الموضوعاتية، على التأويل الذي لا يخرج بالنص عن فضاءاته وأطره. وسنجد هذا عند كثير من الباحثين، يعني أبرزهم سعيد السريحي، لمياء باعشن، محمد العباس، صالح زياد، مستورة العرابي، وغيرهم كثير. لكنني هنا سأتوقف عند نموذجين أجدهما يمثلان صورة رائعة لهذه الخصائص المهمة. البحث الأول لمحمد العباس، وهذا البحث هو بعنوان احتشاد السيرة الشعرية في قصيدة الثبيتي. العباس في تركيزه على ثيمة الرمل لدى الثبيتي وجد أن هذه الموضوعة نقطة مركزية في كثير من نصوص الشعر، فاتجه إلى التركيز عليها والاهتمام بعلاقاتها اللغوية وتقاطعاتها التركيبية داخل النص الشعري. التفت إلى مفردة الرمل لا بوصفها مفردة صحراوية تحيل على معجم صحراوي فحسب، بل باعتبارها رمزاً دالاً وثيمة خاصة وعنصراً محتشداً بالعديد من الدلالات. وقد رصد العباس في البداية البذرة الشعرية الأولى لهذه المفردة في دواوين الشاعر الأولى، مشيراً بإلماحة ذكية إلى أن الرمل لم يكن سوى مفردة تزيينية لا تمتلك دلالات مؤثرة في النص، لكنها بعد ذلك صارت تنغرس في تكوين الشاعر وأعماقه حتى صارت محملة بالدلالات. فالتوظيف الأول للرمل كان بدائياً عند الثبيتي، وذلك من قبيل حين وجدتك ذات مساء على شاطئ الرمل،
في صورة بصرية واضحة يعني لا تحتمل الغوص أو الوقوف الطويل، لكنه فيما بعد انحنى إلى اتخاذ الرمل موضوعة شعرية، فتركيب مثل اسكبي في يدي لغة الرمل لا يمكن النظر إليه هذه النظرة العجب، بل يجب الوقوف على دلالات المفردة في السياق الجديد حينما يتحول الرمل في نص بيتي إلى معنى بحد ذاته، فهو عفوا لا يبقى الرمل على صفته الطبيعية المحسوسة المادية، بل يتجاوزها إلى الإشارات التي يحملها كدلالة التكوين الإنساني وعلاقته بالرمل والطين، هباء الرمل وتشابهه، صحراوية الرمل، علاقته بالبداوة. هذه العلامات التي تشكل في مجموعها معنى جديد للرمل عند بيتي، الذي جعله كما يصف العباس عنصرا قابلا للتفجير والتنويع، فهو لغة لها أحرف وأحرف الرمل تجري بين خطواتي، وهو يمتلك أحاسيس بشرية حمى الرمال، وهو يكتسب صفات أنثوية وأحيل الرمل فجرا أمردا وغير ذلك. والعباس هنا ينطلق من خلفية موضوعاتي تيمية في تعاطيه النقدي، حيث يركز على بؤرة نصية أو وحدة من وحدات المعنى المتكرر لدى الشاعر والمشهود لها بخصوصية ما، ثم التفريع عليها من خلال الرصد والتحليل الموضوعاتي الذي ينطلق من النص أولاً وربما يخرج إلى سياقاته القريبة منه وخصوصاً النفسية. هذا التعاطي النقدي يحاول الوصول إلى المواربات التي تصنعها اللغة أو يصنعها الشعراء من خلال اللغة، فاللغة الشعرية عادة تحاول الوصول إلى الخفي خلف الظاهر وإلى الغامض البعيد المختبئ وراء الواضح القريب، وتتخفى في المفردات القريبة التي تحمل دلالات أبعد من ظاهرها، وتكمن في أشياء نظنها معلومة تماماً وهي ليست كذلك، وما ذلك إلا من إنشاء اللغة على اللغة والاستغراق في تفسير الوجود. من الملحوظ أن الباحث اهتم بعدة نقاط مهمة أوجزها في نهاية الحديث عنه في النقاط الآتية: التركيز على الدلالة الأولية للرمل، استثمارها في الوصول إلى دلالات عميقة أو خفية لهذه الموضوعة، الاستقصاء الرائع لحضور هذه المفردة في دواوين الشاعر ومحاولة جعلها في خيط ناظم من الدلالات حيث تشكل معنى فرعيا يعود إلى الدلالة الكبرى للرمل في شعرية بيتي، توسيع الدلالة، فلم يقتصر الباحث على النظر السطحي للمفردة وحضورها المتكرر، بل ذهب إلى ما تحتمله من فضاءات نصية وأسلوبية وربطها بالتركيب الذي وردت فيه، مع الإشارة إلى انفتاح هذه الموضوعة على دلالات متعددة لا ينبغي حصرها والتضييق على تأويلها. البحث الثاني هو للدكتورة لمياء باعش، وكان بعنوان الرمزية في مائيات الصعابي، ويمكن الحديث حوله في نقاط محددة. الباحثة ذكرت في مقدمتها أنها تسعى لرصد الرمز المائي عند الشاعر، عند إبراهيم الصعابي، من خلال دواوينه حبيبتي والبحر، زورق في القلب، وقفات على الماء، ومن شظايا الماء. الدراسة تميزت بإحصاء دقيق لمفردة الماء في دواوين الصعابي في العناوين والمطالع، كما ربطت بينها وبين علائقها النصية كالكأس والسفن والزورق، وبمجاوراتها الطبيعية كالشاطئ والجزر والمرسى، اهتمت بالتراكيب وبالجمل التي جاءت محملة بدلالة الماء ومرادفاته، فشرعت في تحليلها من ناحية إشاراتها السيميائية وما تحيل عليه من دلالات. أيضا اهتمت الباحثة بما يمثله الماء من قيمة دلالية في نصوص الصعابي وما ينتج عنه أو عن علاقاته اللغوية المتشابهة. يتضح لنا من خلال قراءة لمياء باعش أنها اعتمدت على السيميائية في اعتبار الماء علامة دالة، فهو يشير إلى السكون والانسياب تارة وتارة للخوف والاضطراب،
ونجد العديد من الإحالات للعلامة والإشارة وللبعد العلاماتي والسيمياء. أيضا الإحصاء المهم الذي بذلته في العناوين الدالة على حقول معجمية بعينها كالماء والبحر والمطر والنار، وذلك في سياق دراسة هذه العلاقات، فكانت إشارتها للعنوان تتمثل في أمرين: العناوين المائية لدواوين الشاعر، البحر، الزورق، الماء وغيرها، وعناوين النصوص الشعرية التي تحمل إشارات للحقل المائي، وقد قامت بإحصاء دقيق لهذه الإشارات وقسمتها وصنفتها. وهذا الجانب الإحصائي له الحقيقة أهميتان: الأولى أنه يدل الناقد على الحقل المعجمي الذي يتميز به الشاعر عن غيره من الشعراء، والثاني أنه يمنح الناقد مفاتيح دالة وإشارات للجوانب الفنية التي يمتلكها النص الشعري. بعد هذه المحاورة السيميائية التي انتهجتها لمياء باعشن وانتهجها عباس أيضا في نظره الثيمي، سنجد أن هناك نتائج رائعة موجودة في تلك الدراستين، انطلقت من هذا السؤال البحثي وحاولت أن تجيب عنه، وهي لا تدعي الكمال ولا تدعي التكامل ولا تدعي الوصول الكامل. وسنجد أيضا أن هذه الدراسات انطلقت من النص وعادت إليه مع الخروج إلى بعض السياقات القريبة، وكانت المحاورة للنص محاورة فاعلة ورائعة. أنا أود أن أختم أبو أسامة، لكني أود أن أقول أنه هناك من الباحثين والنقاد الذين جاءوا بعد هذه المرحلة النقدية من قدم نصوصا نقدية تجمع بين المنهجية الواعية التي لا تخنق النص وبين المحاورة والمثاقفة التي لا تحذره من الانضباط. أرجو يعني أني أكون وضعت هذه الصورة أمامكم بشكل جيد. كل هذا طبعا هي صورة مستوحاة من البحث، وكل هذا هو في سبيل الوعي بنتاجنا النقدي ومساءلته وتطويره والوعي به. والصور المشرقة للنص النقدي في السعودية معروفة وواضحة وجلية، والحقيقة أني أعد السعودية من أبرز الساحات النقدية العربية، وكم لدينا من النقاد الذين نعتز بمنتجهم ونفخر به. تلك النصوص التي تتأسس على أسئلة دقيقة ومنهج متبع وطريقة واضحة وتحليل متميز وذوق رفيع، تلك النصوص التي تفتح في أذهاننا المزيد من الأسئلة، ونحن مدينون لها في تكويننا العلمي والبحثي. شكرا لإنصاتكم، وأرجو ألا أكون أثقلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيدين بهذا الطرح الجميل دكتور خليفة. ولعلي أبدأ بعض التساؤلات الحقيقة التي ثارت عندي، وربما نستمع إلى بعض التساؤلات من الإخوة بعد قليل. لكن هل ترى أن سبب هذه الملاحظات الجوهرية التي ذكرتها حول مشاركات بعض الأسماء البارزة في النقد الأدبي سواء محلية أو عربية، هل ترى أن هذه الإشكالات كان مردها إلى أنك اخترت ساحة معركة خاطئة، اخترت ساحة يغلب عليها الاستدعاء للكتابة، وربما في حال الاحتفاء بأسماء بارزة سيحرص الكثيرون على المشاركة، وستكون المشاركة يعني دعني أتجوز في القول أقول يكون فيها شيء من المجاملة سواء في الطرح أو في قبول البحث نفسه من قبل المقدمين رغبة في استضافة أو تنويع الأسماء العربية المشاركة؟ فهل ترى أنك قسوت في الحكم على هذه الأبحاث لأن ربما حتى أصحابها لن يخرجوها في كتب ومؤلفات وإنما أرادوا مجرد المشاركة في ذلك المحفل؟ طيب، المسألة المهمة أنه هذه البحوث لم تكن يعني منشورة في مكان يعني لنقل في الصحافة التي يغلب عليها الطابع العام. هي منشورة في ملتقى نقدي، هذا الملتقى يعني يعده الكثير من الذين معنا هنا أهم الملتقيات النقدية في العالم العربي، المؤسسة المتعاملة مع النص. هذه واحد. ثانية أنه هذا الملتقى أيضا يحكم فيه تحكيم، وأنت أيضا شاركت في هذا الملتقى في مراحل سابقة وتعرف هذا الشيء. المسألة الأخرى أنك أنت كناقد حينما تأتي إلى ملتقى فيه 100 باحث أو 200 باحث وينشر هذا البحث
في كتاب يوزع في سائر الأنحاء العربية، أنت أيضا تدخل نفسك في الحقيقة معركة ليست جيدة، لأنك وأتيت إلى المكان الأهم وليس المكان الذي هو المكان الأهم، المكان العلمي، المكان النصي، المكان النقدي. وأيضا هذا البحث تعرف أنه سينشر مع البحوث جميعها، فأنا أعتقد أنه هناك إشكالية في النظر، ولعلي أقتصر هنا على جانب النقاد العرب أخوي صالح. أنا أشوف أن النقاد العرب مع كامل التقدير والاحترام لهم يتعاملون مع النص مع الـ مع 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 المنتج الثقافي السعودي تعاملا فيه نوع من البراغماتية، يعني يتعاملون مع النص بطريقة سوقية، هذا مكان يعني للاهتمام ومكان للنشر ومكان للقراءة. ولذلك ستجد أن تحليلاتهم لنصوص شعراء سعوديين تثبت أنهم لم يقرأوا هذه النصوص، يأتون إلى حمزة شحاتة يريدون أن يعرفون به، تخيل. فالحقيقة أنهم يتعاملون معها بطريقة سيئة جدا، ويعتبر أظن أنه هذا من خلال هالنظرة الموجودة عند بعض العرب. أنا أعتبر النص النقدي السعودي نجح نجاحا باهرا في ملتقى قراءة النص، وأظن أن النص الشعري السعودي هو الساحة الشعرية الأميز في العالم العربي كله، ويجب إعادة النظر بصراحة في هذه النظرة التي تحيطنا من قبل النقاد، وكأنه يجب أن يصل نصنا إلى الآخرين أن ينقذه هنا، أن ينقذه هناك عربي أو ناقد شعري. والله حكم قد يكون سار للشعراء السعوديين، لكنه قد يثير بعض الجدل حول أي ساحة شعرية أبرز. لكن هو الملاحظ المتفق عليه بين يعني خلينا نقول من هم خارج الدائرة المصرية، أن النقاد في فترة طويلة كانت مصر هي بؤرة العالم العربي، وكل الأضواء توجه إليها، وكل ما عدا مصر هو هامش، ونحن كنا في هامش الهامش مقارنة بالعراق وببلاد الشام. لكن في الفترة الأخيرة، في 20 سنة الأخيرة، تغير الوضع شيئا ما، ولعل هذا ما دفع بعض النقاد للمشاركة. وأرى أن نقدك أو رأيك ما زال حول أن كثير مشاركاتهم هي مشاركة غير جادة، مشاركة يغلب عليها المجاملة، وهذا حكم أعتقد أنك لا تعممه، وإنما تشير إلى بعض المشاركات. نعم، وبالنسبة للحكم على الساحة النقدية الساحة الثقافية في السعودية، أنا أتفق معك تماما أنني أتكلم عن هذه 20 سنة الأخيرة، قبل ذلك ربما في سنوات طويلة كنا عالة على مصر وعالة على غيرها. طيب، لعلي أسمع للدكتور صالح الغامدي. أنا يعني إن كنت لم أخطئ أظن الدكتور صالح الغامدي يود المشاركة، وأنا متحمس للسماع له بحكم أنه واحد النقاد الذين شاركوا كثيرا في الساحة النقدية السعودية. دكتور صالح، أنا أحاول أفتح الصوت، لكن أيوة، أهلا دكتور صالح. يا أهلا، مرحبا بك. أشكرك دكتور صالح، وأشكر أدب، وأشكر أيضا الدكتور الجميل الدكتور خليف على هذه الورقة المثيرة والمميزة والمتحمسة. ولدي بعض وسأكون أيضا صريحا في البوح بما يعني بانطباعاتي، لأقول انطباعات لأنها مجرد انطباعات. أولا، المتن كما ذكرت الدكتور صالح غير ممثل للمنجز النقدي، وبالتالي ينبغي أن تكون الأحكام التي توصل إليها الدكتور يعني مرتبطة فقط بهذا الجزء من أو بهذا المتن النصي، ولا يمكن تعميمها على كثير من الدراسات العلمية الأخرى التي تكون أكثر تجويدا ربما. بدأ لي أن مفهوم المنهج مفهوم مقدس لدى الدكتور، والأمر ليس كذلك. يعني حتى المنهج الواحد له صيغ مختلفة، له تطبيقات متعددة، فالباحث لديه الحرية في أن يكيف المنهج ويسيره، وليس العكس أن يسير وفقا لصيغة واحدة من صياغه. الفرق بين المحاورة والشرح أنا أعتقد أنه فعلا يعني إشارة جيدة، لكن في النهاية الناقد يبحث عن المعنى سواء كان محاورا أو كان شارحا. ومن خلال استعراضك لما اعتقدت أنه محاورة، بدأ لأنه يعني ضرب من ضروب
الشرح والتأويل والتفسير، والإفراط في تسطيح المعنى عند نقاد الشرح لا يختلف كثيراً عن المبالغة في تأويل النصوص عند الطرف الآخر. فلدينا طرفان أحياناً يكونان يعني متطرفان. ويبدو لي وأرجو يعني أن 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 يعني لا تغضب مني وأنا عهدتك يعني أنه بدالي أن هناك تحيزا في مفهوم الشعر الذي يريده الدكتور خليف، وكذلك في مفهوم النقد، يعني أن في ذهنه مفهوما واحدا للشعر ومفهوما واحدا للنقد. وأختم هذه الملحوظات بأيضا ذكر الدكتور صالح أن هناك بعض النقاد العرب الذين تعاملوا مع نصوصنا الشعرية تعاملا جيدا، ولا يشترط حتى في يعني من وجهة نظرك أنت فيما يتعلق بالشعر والتأويل، لا يشترط في أن من يحلل نصا شعريا سعوديا أن يكون ملما بتفاصيل الحياة السعودية الدقيقة. وشكرا لك دكتور غالب، وشكرا لك دكتور صالح. شكرا دكتور صالح، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الثرية، ولعل دكتور خليف يعلق إذا أراد. أولا شكرا للدكتور صالح معيض الغامدي، صراحة أنا سعيد جدا بمشاركته ومداخلته، وسعيد أيضا بهذا الاختلاف منه. بالنسبة للكون المتن النصي أو المتن المدونة، كان يعني هذه رؤية اللي تكلم عنها الدكتور صالح، وأظنني أجبت حوله، أنك يعني الباحث حينما يحضر إلى ملتقى نقدي فيه مئات الباحثين وعشرات الباحثين من العالم العربي، فأظنه سيأتي بأهم عدته وعتاده في أن يقدم صورة جيدة وصورة مميزة. بالنسبة للمنهج وتقديس المنهج، أبدا ليس هذا هو المقصود، وأنا أتفق أيضا مع تكييف المنهج بما يناسب النص، وأنا أتفق أيضا أنه المنهج له تطبيقات متعددة وطرائق مختلفة وتقاطعات وتداخلات وما إلى ذلك. لكن الإشكال الذي نجده في بعض البحوث أن المنهج بمفهومه العام لا بمفهومه الخاص غير موجود. مفهوم أن المنهج يعصمك من التناقض، يبعدك عن الدخول في إشكالات، يحقق لك نتائج، هذا المفهوم العام في كل الدراسات الإنسانية، أنه طريق يعتمد من قبل الباحث، طريق إجرائي يوصل إلى نتائج منطقية ومقبولة. هذا الطريق الإجرائي هو مفقود في بعض البحوث التي تناولها بعض الباحثين في ملتقى النص. المحاورة والشرح أتفق أن المسألة نسبية، فهناك يعني من يكون من الشراح من المكررين، لكن أيضا ستجد له التفاتات هنا وهناك، وهناك من هو من المحاورين، وستجد أنه يعود إلى مربعه الأول من خلال الشرح وإعادة النص من جديد. لست متحيزا لأحد، لست متحيزا لنقد أو لصورة من الشعر أو صورة من الأدب. الحقيقة أنه اللي أشوفه أنه هناك في هذه المرحلة إشكال كبير في النص الشعري. تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي جعلتنا نتساهل في كثير من الأمور. يأتينا الشعر الآن خاليا من الروح، خاليا من الماء، خاليا من الصورة الشعرية المدهشة والمعنى الجديد والطريقة الجديدة، وخاليا من كثير مما يؤسس عليه النص النقدي. لا الآن خاليا، وخالي من، لو عرضته على القدماء لرأوه خاليا، ولكنه ينظر إليه أيضا على أنه شعر. وهذا أيضا إشكال لا أفرضه على الباحثين، وإنما أحتفظ به كوجهة نظر شخصية أدلل عليها من خلال ما قرأته في ملتقى قراءة النص. وأعيد الشكر والتقدير والاهتمام الذي بذله الدكتور صالح ومشاركته، أنا أراها يعني بعين التقدير والمحبة. دكتور خليف، لكن الدكتور صالح أشار إشارة ذكية إلى أنه مسألة التحيز الغير واعي، والمقصود به هو أنك كشاعر وذو ذائقة أدبية
تميل فطرياً إلى نوع من الأشعار تمثله في شعرك أو تتمثله في شعرك، فتنتظر من النقاد أن يكشفوا عن الشيء الذي كشاعر تطرحه في الشعر، وربما هذا 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 الميل إلى هذا المعنى الخفي لديك كناقد يصيبك بالإحباط حين لا تواجه أو لا تجد الناقد الذي يكشف ما تريد. فلعل هذا هو الذي يعني وقع في نفس الدكتور صالح، وهو وقع في 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 نفسي أيضا يعني. واضح الفكرة جدا، يعني أنني أتحيز إلى ما أحبه من الشعر وأرى أنه هو الأولى بالنكت مثلا، لا شعوريا يعني، لا خلينا نقول يقول إنها لا شعوريا، أنا أفهم هذه الطريقة، أفهمها وبدلها من الدكتور صالح. لكن أيضا أعيد الكلام أننا في دراساتنا الإنسانية عموما حينما نتخذ هذه المناهج إنما ندلل على أذواقنا، يعني لا تستطيع أن تخرج ذوقك 100% من الموضوع، يعني لا تستطيع. فنحن حينما نمارس شيئا ما إنما نمارسه من خلال المنهج لكي ندلل على انطباعاتنا الأولية وعلى أذواقنا في النهاية. ومع ذلك أعيد التكرار على أن كثيرا، لا أقول كثيرا حتى ما أحد يزعل، على أن بعض من هذا الشعر الموجود في ملتقى النص وفي غيره من النصوص وفي غيره من الملتقيات هناك ما هو أهم منه يجب أن يطرح ويجب أن يدرس ويجب أن يلتفت إليه. ويعني سنجد الكثير من النظم الذي يدرس على أنه شعر هو نظم يقال بطريقة عادية جدا يستطيع أن يقولها كل أحد، كل أحد، إلا أنه يجعلها منظومة مقفاة موزونة فقط، وهذا لا يمكن أن يقال عن الشعر. أتفق معك، ولكني مطمئن أن الساحة يعني مع الوقت ستنفي يعني بلا شك ما بلا شك وأنا لا تورطني، أنا أقول الساحة النقدية أهم ساحة. طيب يا حبيبي، عندي الآن مداخلة انتظرها الحقيقة من الدكتور عبد الله السفياني، وبعده الدكتور محمد الدكان، وبعده الدكتورة رانيا العرضاوي. سعيد بهذه الأسماء الجميلة التي ستشارك، فلعل الدكتور عبد الله يتفضل، وله الشكر بأن أتاح هذه المحاضرة أو حرص عليها منذ البداية. تفضل الدكتور عبد الله. دكتور صالح، أنا أقترح أنه باعتباري صاحب مكان مثلك أنه تبدأ بالدكتورة رانيا ثم الدكتور محمد الدكان وتختم بي أنا. اللي تحب. طيب دكتور رانيا تفضلي، خليني بس افتح لها المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا دكتور صالح، والتوريطه جاءت مبكرا من دكتور عبد الله، فشكرا لهذا الكرم، شكرا لضيف الكريم. حقيقه انا ترددت كثيرا في المشاركه لكني لم اقاوم بسبب كثير من الملاحظات التي طرحها الدكتور صالح قبلي، ثم الان بعض الملحوظات ايضا التي رمي بها رميه ذكيه. صوت عندي قصير، ما ادري صالح عندك صوت ولا لا؟ لو ترفع الصوت دكتور رانيا شوي هكذا يكون واضح. لا بأس، انا عندي مسموع لكن يعني لو كان اعلى يكون افضل. طيب، لدي عدد من الملحوظات ولن اطيل في المجامله وفي الشكر على تقديري الشديد لهذه المنصه المهمه. يعني من وجهة نظري لابد أن نفرق ابتداء بين دارس النقد وبين الناقد. اليوم عباءة النقد هي أكثر العباءات ادعاء وتداولا بين اللابسين واللابسات، وهذا ما أدى إلى إلباس وإرباك شديد في تطبيق وظيفة الناقد أو جعلها واقعا حقيقيا يمارس في النقد السعودي. لا أخفيكم، أنا في أعيش منذ فترة طويلة في قلق حول ظاهرة النقد السعودي التي بدأت تصبح لدي أنا ظاهرة، وهي بالفعل تحتاج إلى نقد النقد، وهو ما يمارس في هذه الجلسة. أفرق كثيرا بين من تضطره وظيفته الأكاديمية إلى أن يكتب بحوثا حول الشعر السعودي أو عموما في مجال النقد الأدبي لينال درجة الأستاذية ومن ثم الترقي في مجال عمله، وبين من هو يمارس النقد حقيقة منهجا، أداة، ذوقا، تطبيقا، محاورة ووعيا ونشرا للثقافة. هذه نقطة. النقطة الثانية، ربي بعض الأحكام العامة وأنا لا أميل إليها أبدا، من أن الشعر السعودي هو الأميز في الساحة العربية. طبعا نحن لدينا يعني لسه سبحان الله اليوم كانت لي تغريدة حول تراثنا العظيم وحول شعرنا
السعودي ونثرا السعودي بل الأدب عموما السعودي وما فيه من فردانية عالية جدا، إلا أنني لا أستطيع أن أقبل بحكم غير مبني على دراسات علمية، خاصة من قامة مهمة مثل ضيفنا اليوم. هو لا يمكن أن أقبل أن أقول هو الأميز، وإنما أقول هو مميز وهو ذو فرادة عالية جدا، لكن يعني عامية الحكم هذه صورة من الصور التي يقع فيها الناقد السعودي أحيانا دون أن يشعر بسبب العاطفة الوطنية العالية جدا والاعتزاز الكبير بالسعودية العظمى من خلال هويته الفريدة. النقطة الأخيرة التي أحب أن أؤكد عليها، المنهج ثم المنهج ثم المنهج. ما يحصل من تمييع لهوية الناقد السعودي وحتى العربي، تلك حالة التيه التي يعيش فيها الناقد بين النظرية والتطبيق. فنحن أمام إما ناقد منظر من الدرجة الأولى بارع جدا في النظرية، يأتي لك بكل المصطلحات وبمفاهيمها بلغات مختلفة، ولكن عند التطبيق تجده ضعيفا متذبذبا لا يستطيع أن يخرج بتطوير للأداء النقدي التي يمارسها، أو تجد ناقدا في المقابل، وهذه أعتقد الحالة ليست خاصة بالنقاد السعوديين وإنما حتى في لدى النقاد عموما العرب، لنا كما تعلم بأن النقد الحديث بأدواته ومناهجه المختلفة هو ضيف وافد شئنا أم أبينا. أو تجد في الضفة الأخرى كما قلت في مقابل الناقد المنظر تجد ناقدا متذوقا ذو أقدام أو ذا أقدام راسخة في التراث، لكن ليست لديه المعرفة بالأداء المنهجية التي تحفظ له مساره الحواري لهذا النص. النقد السعودي خطى خطوات واسعة جدا وأصبح له ذلك الثقل الذي لا ينكره أي مفصل، لكن ما زال يحتاج إلى دفعة قوية كهذه الجلسة، دفعة المواجهة مع الذات ومحاورة الذات وممارسة نقد النقد. حتى نقد النقد هذا له مناجية، له طرائق، يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى عينة واسعة جدا من المنتوج النقدي السعودي. أعيد وأكرر، لابد أن نميز بين دارس النقد الذي تفرض عليه الوظيفة الأكاديمية أن يمارس البحث النقدي والأدبي، وبين الناقد الذي يملك الأداة. الأداة هذه تحتم وجود المنهجية مع وجود الموهبة. لا يمكن أن نتجاهل بأن النقد هو الإبداع الثاني بعد النص الإبداعي أو النص الأدب سواء كان شعرا أو نثرا. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. شكرا. شكرا دكتور رانيا، شكرا جزيلا، ويعني مداخلة ثرية جدا. دكتور خليف إذا عندك تعليق. طيب، شكرا جزيلا لدكتورة رانيا، والحقيقة أنه يعني هذه النظرة تنم عن رؤية واعية ومميزة في النظر إلى النص النقدي في ساحتنا النقدية. أتفق معها في ما فرقت فيه بين الناقد الأكاديمي وربما يمكن أن نسميه الناقد المثقف، ويمكن هذا أن يجعل النظر إليهما أحيانا نظرا مختلفا. بالنسبة لساحة الشعر السعودي وأنها الأميز، أنا أعتقد أنه هذا أحد أيضاً الأحكام العامة التي يعني أنا أنتقدها، لكنني مستعد للتدليل عليه وإن كان بمحاضرة أخرى. يعني مستعد للمقارنة بين أبرز نصوص الشعراء السعوديين ونصوص الساحات الأخرى في 20 سنة الأخيرة. نحن يعني بصراحة، وربما يكون هذا أيضاً تحيزاً لا أدري، لكنني أظن أنه نعيش نقلة نوعية ونقلة هائلة في النص الشعري، النص الأدبي بشكل عام، ونتفوق بشكل عام على الأقطار العربية الأخرى. أتفق مع ما تطرقت إليه من كلام حول المنهج ثم المنهج ثم المنهج، وما ذكرته من امتلاك الأداة التي يجب أن يتميز بها الناقد. شكرا جزيلا للدكتورة رانيا ولكم جميعا. طيب دكتور رانيا، حقيقة مشاركتها كانت قيمة جدا، وخشيت أيضا من مسألة التعميم وتوقعت أن تثير النقاش، وهو نقاش صحي في كل الأحوال، لكن دكتور خليف هذا رأيك في النهاية، وأعتقد أن لك الحق أن تبدي رأيك، وأنا سعيد الحقيقة بالاستماع إليه. الدكتور محمد الدكان يعني عنده مشاركة
وأنا سعيد بالاستماع للدكتور محمد. تفضل يا دكتور. أنا أحاول أفتح لك المايك بس ماني عارف صراحة. لعل في إشكال في فتح المايك للدكتور محمد. نحن فتحنا له بس دكتور محمد يفتح المايك بيجيك رسالة قبول المشاركة. دكتور محمد اضغط على المايك فتح في الزاوية السفلى من الشاشة. اي نعم الآن تفضل. فتح ثم أغلق. دكتور عبد الله ما رأيك؟ هذه إشكاليات التقنية على كل حال. مع أن الدكتور محمد خبير فيها بس. طيب لعلك تفضل يا دكتور عبد الله حفظا للوقت وبعل الدكتور محمد إن شاء الله يحل المشكلة. هذا الآن معنا. تفضل دكتور محمد. مساكم الله بالخير جميعا. أهلاً وسهلاً حياك الله دكتور. سعيد بهذا اللقاء وسعيد بالزملاء وسعيد فيما يقدمه الدكتور فاضل الدكتور خليف ومسي عليكم جميعاً ومسي عليك دكتور صالح بالخير. حياك الله بالخير دكتور الله. فيما يتصل فقط مداخلتي فيما يتصل بالمنهج بشكل عام وهو حقيقة من النقاط التي يعني ينبغي أن تطرح بين حين وآخر لأن الزمن في تدفقه وسيولته السريعة بشكل عام في المشاهد العلمية والمعرفية تحتاج إلى مواكبة سريعة يعني جدا. المنهج في وجهة نظري على مستوى السياق الحقل المعرفة النقدية لا يفتح كل الأبواب، هذه يعني مسلمة ممكن أن يعني نتفق عليها جميعا. ثم تهامش منهجي يعني إبداعي يمكن للمنهج أن يقرب النص للناقد، يساعد على تذوقه على تلمسه على فتح بعض الأبواب فيه، ولكن المنهج ليس بالضرورة أنه يمنح كل المفاتيح ويفتح كل الأبواب. مشكلة الدراسات النقدية في الجامعات والأقسام وغيرها من سياقات البحث العلمي أنها يعني سلمت للمنهج يعني جملة وتفصيلة وجعلت من المنهج يعني أشبه ما يكون يعني الشماعة الكبرى التي يعني يرمون عليها بعض أخطاء الباحثين. أيضا فيما يتصل بالمنهج مدري صوتي واضح أنا؟ واضح يا دكتور واضح. دكتور محمد صوتك راح الآن. دكتور محمد المايك مغلق عندك الآن مجددا. هو أغلق المايك. طيب على كل حال وصلت فكرة الدكتور حول إشكالية المنهج في الدراسة النقدية وهي إشكالية عميقة الحقيقة وأشارت لها الدكتور رانيا سابقا. ورأيي الحقيقة أن المنهج في شكل الحديث توسع حتى أصبح من الصعب الإمساك بأطرافه، فتجد أن كثير ممن يتبنى منهجا معينا يصبح المنهج أقرب إلى الرؤية الفنية. دكتور صالح. دكتور محمد عودا حميدا تفضل دكتور. المعذرة ترى الهاتف يخدع أحيانا، أنا ضغطت على المايك وجلست أتكلم ونسيت ما انتبهت أني ضغطت على المايك. كنت وصلت يا دكتور إلى أنك أشرت إلى أن المنهج يستخدم كشماعة في التعليق على أخطاء الباحثين.
وفي مبالغة باستخدام المنهج. بمعنى لدينا يعني هناك مساحات واسعة جدا كما لدينا إبداع في على مستوى النص الشعري، على مستوى النص السردي والنقدي، ينبغي أن يكون لدينا إبداع على مستوى المنهج، بمعنى أن الباحث ينبغي أن يبدع منهجه الخاص به أحيانا في بعض الدراسات. هناك إبداع منهجي كما أن هناك إبداع شعري وإبداع نقدي وإبداع أدبي وغيرها من أنواع الإبداع، وهذا الذي ينبغي أن ننادي يعني به كثيرا في الدراسات والأقسام العلمية. الجزء أيضا مهم من تحديات المنهج، أنا أسميها جزء من تحديات المنهج، تحدي المواكبة. لدينا في الآن عصر الشبكات الاجتماعية، عصر سريع جدا، عصر مزدحم بالأفكار، عصر مزدحم بالدراسات والبحوث وحوار الأفكار بعضها مع بعض. لدينا تحولات يمكن أن أجعلها على مستوى أو بشكل موجز جدا 6 أنواع من التحولات. تحولات على مستوى مفهوم النقد، النقد تجاوز النص، تجاوز الخطاب، تجاوز النظرية بوصفها أولوية من أولويات الناقد سابقا، واتجه إلى الظاهرة الثقافية والاجتماعية، يروح أقرب إلى روح الحياة الاجتماعية. كيف يمكن أن نطوع المنهج النقدي فيما يتعلق بعصر الشبكات الاجتماعية، عصر السيولة النقدية إن صح التعبير على استعارة مصطلح زيغموند، وأيضا المواكبة السريعة. الناس تتحدث الآن عن اقتصاد ما بعد كورونا، عن سياسة ما بعد كورونا، ينبغي نتكلم عن حقول المعرفية التي بعد هذه الحقبة وغيرها من الفترات التي تهز الواقع الكون. أيضا على مستوى العلاقة التي يقيمها الناقد أو يقيمها الخطاب النقدي مع الأنساق المعرفية الأخرى، لدينا وسائط، لدينا صور، لدينا تحولات كبيرة على مستوى الأشكال النصية، كيف يمكن أن نطوع مناهجنا النقدية في تناولها وتحليلها. على مستوى الوظيفة للناقد، وهذا أيضا من الجوانب المهمة التي ينبغي أن نركز عليها في المنهج، تظهر لدينا الآن في على سبيل المثال على مستوى الشبكات الاجتماعية، تحولت وظيفة الناقد إلى وظيفة أخرى أقرب إلى الجانب الاجتماعي والجانب الإثرائي والجانب الثقافي، منه إلى الجانب الأكاديمي البحث. مستوى الأشكال النقدية، مستوى المضامين النقدية، مستوى الأجناس، مستوى التلقي، سيكولوجية الجمهور الخاص بتلقي النصوص النقدية، كيف يمكن لنا أن نجعل من المنهج النقدي منهجا مرنا مواكبا سريعا في ملاحقة هذه التحولات السريعة في العصر، وليس منهجا مدرسيا نأخذه من الكتب والنظريات والندوات والمؤتمرات ثم نطبقه بألف بائه وبحذافيره على النصوص. المقصد من ذلك سلمكم الله أن جزء من ما نحتاجه في تحدياتنا مع المنهج المرونة، جزء أيضا أن نعتبر أن هناك بياض وهامش ينبغي علينا أن نبدعه في دراساتنا يعني النقدية، جزء أيضا مرتبط يعني بالمواكبة وما يتصل يعني الاستيعاب العميق ما بين الأسئلة القديمة للمنهج والواقع الحديث. شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور محمد، شكرا على هذه المداخلة الثرية. دكتور خليف إذا عندك تعليق. شكرا جزيلا لدكتور محمد، أجد أني أتفق معك كثير من الأمور، والدكتور محمد يعني بصير في هذه المسألة، وهو صاحب الكتاب المهم في بلاغة العقل العربي، وهو أحد الكتب الحقيقة اللي من أجمل ما صدر في الفترة الأخيرة للنقاد السعودي. أتفق أنه لا يمكن أن نجعل على المنهج كل شيء، ولا أدري إن كان فهم من هذه الورقة أنها يعني تجعل المنهج هو المؤسس الأول. أنا أتفق على أهمية المنهج وجوده، وإن كان بشكل بالمنهج بمفهومه الكبير وشكله الكبير. أتفق أنه يجب على الناقد في مرحلة ما من مراحله أن يبدع منهجه الخاص، لكن أيضا إبداع هذا المنهج الخاص لن يأتي إلا بعد أن يستطيع الباحث أن يتشرب كثير من المناهج وأن يطبق عليها وأن يعرفها وأن يعيها وعيا تاما، وأن يكون على بصر كبير بها. أعتقد أن الدكتور جاوب على كثير من ما طرحه هو في
بطريقة جيدة حول المرونة النقدية وحول البياض الإبداعي الذي يمكن أن يفعله الباحث كما يفعل يعني عبد الفتاح كيليطو ولا عبد السلام بن عبد العال ولا غيرهم من الناقدين النقاد. كذلك المواكبة هذه مسألة أيضا يعني سريعة جدا 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 في هذه الأجناس الأدبية التي تصدر الآن في وسائل التواصل الاجتماعي. هناك أجناس تظهر، هناك أجناس جديدة موجودة لدينا في الجامعة الإسلامية. يذكر أخي صالح أننا قمنا العام الماضي مؤتمرا حول اللغة العربية والإعلام الجديد، وكان كثير من البحوث حاولت أن تتجه إلى هذه العلاقة بين الإعلام الجديد وبين اللغة العربية، وكيف يمكن لنا في ضوء هذه الوسائل وسائل التواصل الحديثة أن يكون إبداعنا بطريقة ما يعني مداخلة ثرية ومهمة وجميلة من الدكتور محمد. شكرا جزيلا له. شكرا جزيلا دكتور خليف. دكتور عبد الله السفيان، نحن في شوق للاستماع إليك. وقبل هذا أذكر الإخوة جميعا الحاضرين الذين أضاءوا هذه الليلة بحضورهم بوسم أدب الافتراضي، لأني أثق أن كثيرا منهم عنده كثير من الأفكار الثرية التي نود الاستماع إليها، فلعل الوسم وسيلة تواصل جيدة، فسنعود ونقرأ تعليقاتكم. تفضل دكتور عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور دكتور، حياك الله. وشكرا لك دكتور صالح على هذه الإدارة الجميلة والرائعة والقبول بأن تكون الآن المشكلة معك أنت دكتور عبد الله. وأيضا دعوة لك لتقديم ورقة خاصة عبر هذا الصالون قريبا بإذن الله عز وجل أمام الجمهور الآن الدعوة. خليها بظروفها يا دكتور. أما الأمر الآخر لا يوجد ظروف، نحن في كورونا وعزل والأمور يعني أحسن، والكتب اللي وراك هذه يجب أن تزكيها. طيب، وشكر خاص جدا للشاعر والناقد والرواية أيضا دكتور خليف الذي ما طلنا من شهر رمضان حتى جاءنا هذا اليوم بهذه الورقة بعد أن تعبنا في مطاردته والحصول على موافقته. والحقيقة أشكر له جهده واستجابته لهذه الدعوة. دكتور صالح، أنا سأتكلم بكلام يعني قد يكون فيه شيء من القسوة، ليس على خليف ولكن في الموضوع هذا، فإذا حسيت أني طلعت وخرجت خارج النص وقف المايك عني. الحقيقة يجب أن ننظر إلى الورقة التي طرحها الدكتور خليف في أنها في حدودها الزمنية والمكانية والموضوعية اللي تحدث عنها، وهو تحدث عن ملتقى النص وفي تاريخ معين أظن إلى 1436 أو 37، ولذلك الأحكام التي أطلقها في تصوري أنا كباحث هي في داخل هذه الحدود الزمنية والمكانية. أعتقد أن الورقة والبحث ممتاز جدا، لكنني تمنيت أن الدكتور خليف استخدم كما يقول أهل التصوير أو أهل الرسم والفن عين الصقر لينظر للمشهد من علو أكبر وأوسع شمولية، حتى لا يدخل في التفاصيل التي جعلت كثير من المداخلات أيضا في نظري، مع شكري وتقديري لهم الدكتور رانيا والدكتور صالح والدكتور محمد على هذا الثراء الذي أتحفون به، لكن انسحبنا كلنا في الجزئيات التي طرحها، والمشهد لم نستطع أن ننظر إليه بشكل عام، مشهد النقد في المملكة العربية السعودية. أنا الحقيقة نظرتي يعني سوداء عن المشهد النقدي في المملكة العربية السعودية لأسباب كثيرة. أعتقد أننا بحاجة أن نقيم مرحلة النقد في الثمانينات والتسعينات وما قبلها حتى، لأن هذه المرحلة أخذت اتجاهين في الطروحات الموجودة عندنا. ناس تقدس هذه المرحلة ورجالاتها وينظرون إليهم بنظرة عالية جدا، وآخرون ينظرون إليهم بدونية وتهميش، وأنهم سبب في انحطاط أو تدني المستوى النقدي والفكري عندنا. والحقيقة أنا أعتقد والذين يشاركون في مؤتمرات دولية أو خارجية يعرفون نظرة كثير من الدول والمفكرين والنقاد العرب، خلني أكثر يعني صراحة مثلا في المغرب العربي الذين يعني سبقونا إلى المناهج الغربية وفي استخدامها وترجمتها ونقلها، نظرتهم الدونية للذين يشاركون في هذه المؤتمرات من المملكة العربية السعودية حتى من الجيل الرعيل الأول يعني نقاد الثمانينات. يعني الحقيقة أنا لو تساءل الآن من نقادنا لديه مشروع نقدي متكامل يمكن أن يشار إليه أمام المشروعات النقدية الموجودة في العالم العربي،
أو في بعض بلدان العالم العربي. لدينا لا أشك في ذلك أسماء جيدة وقدمت ما في وسعها، لكنها انطفأت في فترة مبكرة جدا ولم يعد لها أي مشروع متكامل، يعني ماتت في خطواتها الأولى. في ظني أن المشهد النقدي رغم إيجابياته التي قد نتفق حولها في بعض الجوانب، لكنه عانى من مشاكل كثيرة جدا جعلته بهذه الهشاشة وبهذه الركاكة التي تحتاج إلى مراجعة ولا نخل. أهم هذه المشكلات في ظني أن الظرف التاريخي في المملكة العربية السعودية ونشوء دولة البترول والنفط، وبدأنا نتجاوز عصر الأمية اللي سماه خليف في ورقته الريادة، التي صنعت أسماء ظهرت في فترة لم يكن فيها أحد فاكتسبت هالة من التقديس كبيرة جدا، وامتلكت في ذلك الوقت منافذ الوصول، امتلكت الملاحق الثقافية، امتلكت الأندية الأدبية، امتلكت كثير من المنصات الثقافية التي جعلتهم يحجبون غيرهم من الأصوات وينظر إليهم كأنهم هم المتملكين وهم الوحيدون في هذه الساحة وهو الذي يقدمون صوته. وهذا جعل كثير من الأصوات الأخرى تعيش في الظل وفي الهامش، قد يكون لديها أفضل مما لدى هؤلاء الذين كانوا يترصدون أو يتبوؤون المركز الأعلى في مشهدنا النقدي، مع احتفاظ بحقهم وتقديرهم مثل ما قال أخونا خليف. الأمر الثاني الذي أضرب المشهد النقدي عندنا صراع التيارات. النقد الأدبي للأسف الشديد انجر علم أو لم يعلم إلى صراع التيارات الفكرية أو الصراع الإسلامي الحداثي أو الإسلامي العلماني أو الإسلام الليبرالي، ودخل في هذه الدوامة المتناهية أو غير المتناهية من الصراع وصل إلى حد السب والشتم والتخوين والتكفير والتفسيق فيما بين الأطراف. وما زال بعض النقاد للأسف إلى الآن يستحضر هذه المعارك، وأصبح النقد تحول من كونه منصة ثقافية وتثقفية إلى معركة، وأصبح لفظ المعركة لفظ استعاري ومجازي يستخدم في وصف كثير من الحوارات الفكرية التي تمت في هذه الفترة من زماننا، وأضرت حقيقة بهذه المرحلة من حياتنا. ثلاثة، توقف بعض النقاد عند مرحلة مبكرة مثل ما أثرت سابقا، وهؤلاء توقفوا ثم وصلوا إلى مرحلة من الوثوقية فيما عندهم بشكل عجيب، يعني تدعو كثير منهم أو بعضهم لأن يلقي بعض الأوراق الثقافية والعلمية فيأتيك ليلقي سوالف مثل التي يلقيها الآن أنا. ليس هناك تحضير وليس هناك رؤية وليس هناك منهج مثل ما قال خليف، بل يأتي ليكتب مقال صحفي تماما، يتعامل مع المشهد كأنه يعني منظر كبير وليس له أي حاجة بأن يرجع لمراجع ولأفكار وإلى محاورات وإلى يلقي يعني كلام عادي وعابر يتكلمه أي صحفي أو أي شخص عادي جدا. تخلى عن الصف الأول وعن الأداء العلمي الراقي الذي يمكن فعلا من إكمال مشروع. المشهد الرابع أو المشكلة الرابعة عندنا في المشهد النقد السعودي تحول المناهج النقدية عندنا إلى صراعات وموضات، وصار بعض النقاد يعني مهمته أن يتنقل ما بين مشهد ما بين موضة وأخرى، ليس لأنها مقنعة له أو مقنعة للمشهد الثقافي أو النقدي بقدر ما هو حب للاستعراض أو التباهي بهذا التنقل العجيب بين المناهج والتباهي به والتبختر به دون أن يكون أصلاً عنده تبصر بهذه المناهج وعمقها الفلسفي وخلفياتها التاريخية والسياقية والزمانية إلى آخر هذا الكلام. وأصبح كثير من الناس أصلاً إذا ما أنت سايرت في هذا المنهج ينظر إليك بطريقة رجعية مثلاً، أو أنك لست مواكباً لما واكبه من النقد الثقافي أو النقد النصوصي أو النقد أسمي ما شئت من أسماء المدارس النقدية. هذه مشكلة أخرى أيضاً. أخيراً ما زلت أقول مع شكري وتقديري للجميع أن المشهد النقدي السعودي بحاجة إلى أوراق عمل جادة تدرس جميع المشاريع النقدية التي تمت في المملكة العربية السعودية بأسمائها، دراسة علمية ماذا قدمت وماذا لم تقدم وما هي مشاهد الخلل، وهل فعلا هم رواد بما تعنيه الكلمة بعيدا عن ظرفها التاريخي، أم أن لفظ الريادة صنعه فقط أزمة تاريخية معينة وانتهت وما زالوا يسيطرون على منافذ الوصول.
أعتقد أننا بحاجة إلى دراسات مثل هذه، ويجب أن نكون شجعان وأن نصارح وأن نواجه، لأن هذا المشهد يعنينا بالدرجة الأولى، ليس تعصبا للمكان أو عنصرية للوطن أو لا لا، بل لأنه يهمنا جدا أن تخرج الأسماء المميزة التي أعرفها أنا. أنا أعرف ناس مميزين جدا ولديهم من العلم والمعرفة والفكر والتأصيل ما نحن بحاجته فعلا. الآن كثير من الناس مثل ما قال خليف، وأنا يعني أتفق معه بنسبة كبيرة في شأن المشهد الشعري السعودي، كثير من النقاد حتى خارج المملكة العربية السعودية ينظرون إلى السعودية على أنها الآن مشهد للشعر كبير جدا وللنقد، بل للفلسفة. يعني الآن لدينا شباب يقرؤون ويكتبون حتى وإن كانوا مجرد مهتمين، إلا أنهم يثبتون للعالم أن لدينا عقول قادرة على أن تصنع فعلا مشهدا نقديا وإبداعيا وفكريا رائدا. أعتذر على الإطالة، وإن شاء الله أني ما وقعت في مطبات لأنك ما قفلت المايك عليك. شكرا لك دكتور صالح، شكرا دكتور خليل. ما وقعت مطبات يا دكتور، أنت جالس معك غاز وتدور النيران الصغيرة وتصب عليها بنزين. حياك الله يا دكتور عبدالله، أنا سعيد بهذا الطرح، وأقول أن الملاحظات اللي ذكرتها كثير منها مشتركة بيننا وبين العالم العربي، وأنا يعني أيضا سأكون سعيد بسماع تعليق ضيفنا الدكتور خليف حول ما قاله الدكتور. شكرا للدكتور عبدالله، شكرا له مرة أخرى على هذه الاستضافة الجميلة، وشكرا لهذا الطرح الجميل وهالرؤى الواعية. والحقيقة أن الدكتور عبدالله قال الكلام الذي يعني يجب أن يقال، أنه يعني تقييمنا لهذه المرحلة التاريخية السابقة هو تقييم مهم. أزعم أني حاولت فعل شيء منه في الرسالة. هذا الظرف التاريخي الذي جاء بنقاد في وقت لم يكن غالب السعوديين فيه يقرأ ويكتب، وأمسكوا بكثير من المنصات والمجال الإعلامي والمجال الأدبي، ثم اتخذنا هذه الصنمية الهائلة الموجودة الآن لدينا، فكأنك إذا انتقدت أحدا من أولئك الرواد كأنك يعني كفرت بالمشهد السعودي وكفرت بالثقافة السعودية. صراع التيارات كان له أثر واضح وكبير، لكن هذا الأثر ربما في بحوث ملتقى قراءة النص كان أقل من غيره يعني في بعض الأطروحات. أتفق تماما في هذه الوثوقية التي يمارسها الناقد، وربما أنا أمارسها الآن لا أدري، لكنني أتفق أن هناك وثوقية هائلة لدى كثير من النقاد الذين يدعون الوصول ويدعون الحقيقة ويدعون الرؤية الواضحة. النقطة الأخيرة حول هذه المناهج والتنقل حولها كان هذا واضحا لدى كثير من النقاد، بعضهم جعل نقده السابق يموت وجعل الشيء الذي كتبه في البداية يعني شيئا ميتا والحي هو الأخير. كذلك بعض النقاد تنقل بين عدة مشاهد وبين عدة موضات أو صراعات كما يشير الدكتور عبد الله. أنا أعتقد أنهم في هذا هم أصلا يقلدون، يعني هم في هذا الجانب جزء منه هو جزء من التقليد، يقلدون يعني بعض النقاد الغربيين، يعني رولان بارت مثلا الذي ما ترك منهجا من المناهج النقدية إلا وخر فيه، وفي الأخير وصل إلى قوله المنهج لا شيء. ماذا بقي؟ أيضا الجزء الآخر من هذه النظرية أنه هذا التعدد هو بسبب ما أشار إليه الدكتور الدكان أيضا من حول تعدد المناهج وتلاحقها وتسارعها، وفعلا نحن في عصر سريع جدا والمواكبة فيه صعبة جدا جدا، ولكن يعني كما يقال سددوا وقاربوا، والمسألة أنه إذا استطاع الإنسان على الأقل أن يحتفظ بمنهج علمي يتعامل به من خلال العلوم الإنسانية فهذا جيد، لكن الإشكال هو غياب روح المنهج أصلا في كثير من البحوث وفي بعض البحوث. شكرا جزيلا لهذه الصورة الرائعة ولهذه العين الثاقبة من الدكتور عبد الله. دكتور خليف، لفت نظري في كلام الدكتور عبد الله، والحقيقة أنه أمر مقلق قضية الركض خلف المناهج الوثوقية. طبعا أنا سعيد بأنك كنت صريح مع نفسك وقلت أنك أنت تمارسها، ما ندري حلال في الرأي،
لكن إشكالية الدراسة النقدية الدراسة الإنسانية أنها غير قابلة للوثوقية في 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 يعني المطلقة. لكن الدكتور عبد الله أشار إلى الركض خلف المناهج، وطالما النقد الأدبي لا يعي أنه ارتبط ارتباطا عضويا بالمسار الفكري العالمي، سنجد أن المناهج النقدية لا تتوقف، لأن الفكر في العالم أصبح مسارات فكرية. في السابق كانت بيئات معزولة، الآن صراعات فكرية يعني يسبق بعضها بعضا، وهذا الذي يجعل النقاد ما أدري هل هو مرغمين على مطاردة المنجز العالمي ويعني شرحه وتقديمه ثم تطبيقه. لكن الأمر الآخر المخيف بالنسبة لي هو إعطاء الفضاء الآخر أو الفضاءات الأخرى الآداب العالمية أكثر من الأهمية التي تستحقها، بمعنى أنه كل شيء ينعكس في الغرب لابد أن نهتم بنظرة الغرب لنا ونظرة الآخرين لنا وكيف يعني يتعاملون مع منجزنا. وأعتقد أن هذا مقياس غير دقيق ولا يعكس ثقة بالنفس. أنتظر حقيقة أن تنتهي فترة المخاض هذه عاجلا، وأنا متفائل أن الجيل القادم من النقاد سيكون أكثر وعيا بالمرحلة وأكثر وعيا بالترابط العضوي بين المنهج وبين الفكر. ثمت مشاركة أخيرة للدكتور عبد الله، أنا ما أعرف والله من هو الدكتور عبد الله فيسامحني اسمه غير كامل عندي، لكن لعل الدكتور عبد الله يتفضل إذا أحب. أيضا نفس الإشكالية، المايك مفتوح عنده بس يبدو أنه ما ليس له ما غير معروف. طيب انتهت المداخلات. طيب أنا سعيد جدا بهذا الحضور حقيقة، أني أشكر أخي الدكتور خليف شكرا جزيلا على جمال طرحه وعلى سعة صدره لهذه المداخلات، وسعيد جدا بالمداخلات التي تشبه مداخلات الزملاء في مجلس خاص، حيث لم يراعوا إلا الحقيقة العلمية والحقيقة المعرفية. جميع المداخلين داخلوا بكل صدق وصراحة وشجاعة، وهذا أمر يحسب لهذا الفضاء الذي يغلب عليه الشجاعة أكثر منها من المجاملات. سعيد بأدب وبضيوف أدب وبالحضور، أنتم من زاد هذه الليلة جمالا وكل الفضاءات الأدبية جمالا. الشكر لأدب لا ينتهي الحقيقة، سواء في هذا المجلس وفي غيره. سعيد بهذه الجامعة العظيمة التي جمعتنا، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لكم جميعا.